الله نعبده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي مائيا فأبلغته، ومن صلى على قبري فسمعته. فإذا قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: حرم الله على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم، ملك بر، رؤوف رحيم، رب حليم. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى على خير البشر بعد الأنبياء بالتحقيق أبي بكر أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأسد الله الغالب أمير المؤمنين أبي بكر أبي علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وسيدة نساء أهل الجنة فاطمة رضي الله تعالى عنها والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة رضي الله تعالى عنهما وحمزة أسد الله وأسد رسوله. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين بالإمام العادل وذي القوة المتين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم.
وأهم وأعظم وأجرا.